عارف انك عم تمثل لو ماني عارف انك عم تمثل دور كنت قلت بدك دوره بالجيش مزبوط يخبطوك مزبوط لتجلس لانه كان جيم موريسون انا عارف عارف اوكي فاين انا غنية فيها لا لك شو حلو التابلو الفكره تبع المخرج لذيذه وكل شيء بس انا لقيت الغنية شوي بالنسبه لي كثير فيها موقف وفيها اتيتود ما بدها هيدي اللي انا بالنسبه لي بس انه ساركاستك سونغ انه لا هو جماعه جدي لا عم بيقول له ستاند اب اند فايت وكذا لا ما هو لو انه ستاند اب اند فايت كانوا ساركاستك يعني سكند ديجري لا 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 انه بسكند ديجري هو عم بيحكي انه بيس اند لاف اند ايفري ثينج بس مش ما له علاقه انه بتروح الارمي وبتشارك بالحرب مزبوط انا بالنسبه لي الاتيتود تبعك ما بتشبه الغنية بس بتشبه الطلب منك المخرج which is هو هذا الشخصيه اللي هي تمثيل اكثر برافو lack of attitude بقول لك شغلي طالب منك شغلي المخرج فيها لاك يعني بتحس ما انك كثير مقنع مبين لك اكثر عم تمثل بس انه not bad للدور اللي طالبينه منك انه بالنهايه بدك تعرفه deliver بس مصر انك تعمل دوره بالجيش لتصير بطل مايع تقسى شوي واذا كبيت حالك على الجمهور كب حالك في بأتيتود بس كب حالك هيك ماريونيت يلا هايدي برافو لا مش برافو منيحة لا مش برافو لا أنا المغنم ما أحبه ما مش حابب المغنم يعني تخد بالتابلو تخد بالدبابي رح أقول لك أنا المغنم طلب مني أني ما بضيف بعرف شي ما بدي مش ضروري تجيب شيء هي المغنم منك ثابت بمغنيك ما خص تجيب شيء ما فيك تجيب شيء عليها ما فيك تزيد شيء عليها هي كثير سكادية كثير يعني دراي الغنية ما بدها كتير يعني بدها اتيتود كمان ناقصة شوي بس مطلوب منك تمثل هيك ما فيني اقول لك يعني الدور فيها دور تمثيلي له علاقة بلوف اند بيس